بالمنطقة الصناعية أولاد صالح ببوسكورة بالدار البيضاء تم تدشين المصنع الذكي سمارت فاكتوري التابع لمجموعة فارماسانك، والذي يعد أول مصنع أدوية من صنف 4.0 في إفريقيا، وذلك بإشراف من رئيس الحكومة. هذا كله انجاز لداخل في اطار توجيهات ديال صاحب الجلاله الله ينصره، لانه ما الجائحه علمتنا اننا خصنا نعتمد على نفسنا ونحققوا واحد السياده صحيه وسياده دوائيه. وشيد هذا المصنع الجديد الذي يعد ثمره تعاون وثيق بين الخبره المغربيه في مجال صناعه الادويه وافضل الخبرات الدوليه، شيد على مساحه تزيد على 12000 متر مربع، وتطلب احداثه استثمارا اجماليا يزيد عن 300 مليون درهم. إن هذه الوحدة الصناعية الذكية الجديدة تمثل مساهمة نوعية في المشروع الملكي المتعلق بتعميم التأمين الصحي الإجباري وضمان السيادة الصحية الوطنية، حيث أن الدواء الجنيس والمصنع في المغرب يعتبر عنصرا رئيسيا لتعميم الرعاية الصحية التي يستفيد منها فعليا اليوم الملايين من مواطنينا. هذا وتم بهذه المناسبة توقيع بروتوكول اتفاق بين فارماسانك ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وينص هذا البروتوكول على إنشاء وحدات إنتاج جديدة للحقن والتقنية الحيوية وأشكال غالينيكية جديدة، ثم البحث والتطوير في مجالات علاجية جديدة.